على وقع التوترات الإقليمية، تستضيف البصرة مؤتمراً يستعرض موارد الطاقة في العراق وبحث فرص استثمارها والتحديات التي تعيق ذلك. المؤتمر الذي نظمته جامعة النفط والغاز ركز على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة. تسليط الضوء على أهم التقنيات التي ممكن استخدامها وأهم التطورات التي حدثت في القطاع النفطي، سواء من حيث الاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، وبالتالي ممكن معالجة أهم المشاكل والاختناقات اللي ممكن أنه تواجه القطاع النفطي. المؤتمر ناقش نحو 21 بحثا اختيرت من بين عشرات، وصب اهتمامها على تطوير القطاع النفطي والتقليل من التلوث البيئي، إلى جانب استثمار الغاز ومعالجة التحديات المرتبطة بعمليات استخراج الخام. هذه 21 بحث كانت تهتم في تطوير التلوث البيئي الناتج عن القطاع النفطي والإنتاج النفطي. بحوث كانت تختص بالغاز، كيفية التخلص من حرق الغاز، الهندسة الكيميائية، المكامن النفطية، الضغوط المكمنية اللي قسم من المكامن النفطية تعاني من عندها. ويرى باحثون أن قطاعي النفط والغاز في العراق تطورا في السنوات الأخيرة من خلال استثمارات الشركات العالمية، رغم التحديات الأمنية والسياسية التي أدت إلى مغادرة بعض الشركات الأجنبية. دخول شركات جولات التراخيص حقيقة نهضت بهذا القطاع، وشوفها ساعدت يعني العراق كثيرا على أنه زيادة الإنتاج، وجار العمل حاليا على استثمار الغاز المصاحب يعني، وشفنا أنه يعني بدأت تصدر كميات من هذا الغاز. وتشير الدراسات إلى أن العراق يملك احتياطات هائلة من الموارد الطبيعية تتيح له فرصا متميزة للاستثمار والتنمية في قطاع الطاقة. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.